إذا أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف الكرام نرحب بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر من مدينة فاس أكيد خبر البارح بطبيعة الحال اللي كان داير ضجة في مدينة فاس الخبر ديال المفاد ديالو توقيف مجموعة من حراس الأمن الخاص على على مستوى المستشفيات ديال مدينة فاس منها يعني جوج المستشفيات العموميه هاد الناس حراس الامن الخاص فهم متابعين وسوف يتم يعني الان يتم يشتبه في تورطهم في مجموعه من الافعال الاجراميه الكعاقب للقانون القانون من بينها الابتزاز والنصب اكيد متابعينا ومشاهدينا الكرام فمجموعه من المعطيات ومن المصادر المتطابقه اشارت الى اعتقال يعني ازيد من 20 حارس امن خاص مستشفيات ديال مدينة فاس أكيد معلومات اللي وفرتها بطبيعة الحال يعني لا دي اس تي تنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكيد تم توقيف يعني في وقت متزامن أزيد من عشرين حارس أمن خاص كيشتغلوا بطبيعة الحال في مستشفيات عمومية هنا في مدينة فاس يعني بكل صدق يعني المواطنين فكانوا كيشتكيو من الابتزاز اللي كاين في الباب ديال المستشفيات بعض حراس الامن اللي كيمارسوا ربما ذاك يعني الـ السلطويه ديالهم الحديث الان في مدينه فاس على على مجموعه من حراس الامن اكيد انا قلت ازيد من 20 حارس امن اللي كيتم كي الان اللي تم اعتقال ديالهم وسوف يتم اتباع المساطر الجريمه العمل من اجل كشف يعني الظروف والملابسات ديال الشهادة هذا اللي متابعين به بطبيعه الحال يعني كانت تظلمات على على المرتفقين الكل كان كي, كي يعني كي من من تظلمات ديال المرتفقين اكيد يعني الان هم كيتابعوا وهم غيتم متابعتهم لان مجموعه من الاسر يعني تعرضوا للاعمال النصب والابتزاز هذه من جهه من جهه اخرى يعني فهم كانوا متابعين لربما بانهم كانوا كيتوسطوا يو في توسطهم للمواطنين باش لانهم مثلا يقربوا الرونديفويات مجموعه من الامور اللي هي خطيره لان الحق في الصحه فهو حق مشروع الدستور المغربي ينص على ان الحق في الصحه حق مشروع الحق في السكن حق مشروع الحق في التعليم حق مشروع من ان المستشفيات العموميه اللي داروها الناس لولاد الشعب درس الدوله الاولى الشعب باش تلقى أن واحد سيكوريتي في الباب كيحاول على انه يطلب من من الناس ومن الناس اللي مساكن مراض واللي عنده عائلته مريضه اللي جاي مضروب اللي جاي كل واحد شنو عالم به غير الله وتطلب له باش لانك ربما باش تقرب له الرونديفو ديالو غتوسط له ولا غت آه غتيسر له الامور فهنا آه كان كنرفعوا القبعه على رجال الامن الوطني بكل صدق رجال الامن الوطني فهما كيصنعوا الحدث رجال الامن الوطني فهما بطبيعه الحال يعني لا حديث الان في مدينه فاس الا على العمال الجبار ديال ديال الفرقه الجاويه الشرطه القضائيه رجال الامن يعني دايرين الدور عليهم دايرين الخدمه ديالهم لا دي اس دايره الدور عليها فبرافو برافو 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 شفنا مجموعه من الملفات اللي تم يعني الفتح ديالها مجموعه من الملفات لا في جماعة فاس ولا في الآن كتشوفوا متابعين من جماعة فاس راهم كيتابعوا الآن بتهم ثقيلة هذه من جهة من جهة أخرى كنشوفوا العمال ديال الأوراش اللي كانوا كيتعرضوا للابتزاز حتى هما هما مجموعة من الشخص الجمعويين هما معتقلين شفنا جمعويين اللي هما متورطين في اختلاس أموال الدعم العمومي المدرسي يعني شفنا شكون اللي فجر هذا الشيء وشكون اللي قام بهذا العمل الجبار هما رجال الأمن فالف شكر لهم لرجال الحموشي اللي آه حامين الوطن وعندك يكون سحاب لك راك راك مخبع راه اي حاجه كترة فانت آه بطبيعه الحال ماشي آه يعني ماشي آه بعيد من القانون القانون راه فوق الجميع سواء كنتي سيكوريتي ولا كنتي ولا كنتي برلماني ولا كنتي منتخب ولا كنتي جمعاوي ولا راه القانون كيطبق كي على الجميع لن يتم يعني يعني آه يعني عدم محاسبت محاسبتك فقط لانك ربما شخصيه من الشخصيات فكل شيء سواسي امام القانون فهذه بادره طيبه الان لا حديث في مدينه فاس الا لهذا العمل الجبار اللي قاموا به رجال الامن الوطني واكيد رجال الامن مشكورين تم توقيف انا كنعاود نذكر الناس اللي التحقوا بنا من خلال البث المباشر توقيف مجموعه من حراس الامن يعني الشخصي على مستوى مجموعه من المستشفيات هاد الناس هاذو متابعين غيتم متابعتهم بالابتزاز والنصب و... ومجموعة من التهم يعني اللي غا... اللي هما غيكونوا متابعين بهم اكيد صك التهام مازال ما شي. خرجش شيء ملي يخرج صك التهام غن غنواصلوا معاكم اكيد التغطية على غرار باقي الملفات اللي اكيد كاينة في مدينة فاس واللي كنحاولوا باش نبقاو متبعين لان المال العام ملي يعني كنتحدثوا على مستشفى عمومي فذاك المستشفى عمومي خاص معاملة المواطنين بحال بحال سواسية أمام القانون ما غنجيش نفرض أنا على واحد عطيني باش ن... باش ندير لك عطيني باش باش ن... باش نقرب لك الرونديفو راه خطير هادشي هذا هادشي راه ما كيتقبلوش العقل إن بأن هادشي هما الآن يشتبه صورتهم في الأفعال الإجرامية وإن ثبت يعني هادشي في حقهم فخاص لربما المعاقبة ديالهم بأشد العقوبات عطيني باش ندير لك هادي اعطيني باش نيسر لك الامور باش نشوف لك باش نقرب لك باش ما نخليكش باش باش, باش نسبقك باش هنا هذا هو الابتزاز هذا هو كنتحدثوا عليه ابتزاز وللاسف الشديد يعني خاص هذا الشيء ما يبقاش في بلادنا واكيد رجال الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه راهم قايمين بالواجب اكيد نتمنى ان التدخلات تكون راه الشيء هذا راه ماشي غير فاس راه لمشيتي باقي المستشفيات العموميه راه غاتلقى نفس الامر ما فين ما مشيتي غاتلقى نفس الامر فنتمنى على ان هذا العمل الجبار ديال رجال الامن الوطني يتم تعميمه اكيد والعمل به في باقي المستشفيات اكيد لكشف كل الظروف والملابسات ديال التظلمات اللي كاينين ديال المواطنين اللي كيشتكيو من حراس الامن الشخصي اكيد فهذا عمل جبار اللي قامت به رجال الفرقه الوطنيه شرطه القضائيه ينسق مع الدي اس تي فالف شكر لهم والمواطنين هنا في مدينه فاس يستبشرون الخير بهذه الحمله ديال التطهير هذه دي راه تطهير كبير لا في قطاعات كامله لا في لا في الصحه لا في في, في, يعني في جميع القطاعات هذه دي حمله ديال التطهير كبيره كيقوموا بها رجال الامن الوطني فمشكورين على العمل الجبار اللي كيقوموا به مره اخرى أه غادي نخليكم متابعينا غنبقاو مواكبين معكم تفاصيل اكيد هذا الملف الى ان يتم لربما كشف المستور وغنبقاو تبعين معكم تفاصيل التقديم ديالهم جلسات اللي غتكون لربما حنا غنشوفوا أه تفاصيل الملف ونرجعوا من خلال أه بث مباشر اخر ان شاء الله باذن الله حياكم الله الى ما اللقاء بكم في بث مباشر اخر السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته